يكون حجم آخر للنادي اللي يشارك في كأس العالم للأندية. محمد بن منصور، طه ياسين الخنيسي في استرجاع الكرة، فخر الدين بن يوسف، طه ياسين الخنيسي والحارس معز بن شريفية، ثم ضربة جزاء، ثم إشارة بوجود ضربة جزاء وهفوة مرتكبة على طه ياسين الخنيسي لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، والإشارة واضحة من الحكم هيثم القصعي. فخر الدين بن يوسف، ونشوفوا الحوار بين أمينو بوبا وطه ياسين الخنيسي، والحكم هيثم القصعي يعلن عن ضربة جزاء لفريق السي اس اس. والنادي الصفاقسي بعد الهجوم الأخير يتحصل على ضربة جزاء. من الحوار الأخير بين أمينو بوبا، نشوفوا أمينو بوبا في المضايقة لطه ياسين الخنيسي اللي كان حاول يبحث على الكرة الأخيرة، وثم إشارة من جانب الحكم هيثم القصعي اللي يمنح ضربة جزاء للنادي الرياضي الصفاقسي والاختصاصي في تنفيذ ركلات الجزاء علي معلول. إذن وضعية جديدة في هذا اللقاء، ضربة الجزاء للنادي الرياضي الصفاقسي والتنفيذ الاختصاصي والقائد علي معلول. علي معلول والهدف الأول لفريق السي اس اس والنادي الرياضي الصفاقسي من خلال النجاح في تنفيذ ضربة الجزاء اللي تحصل عليها طه ياسين الخنيسي في الدقائق الأخيرة للشوط الأول. إذن علي معلول يفتتح النتيجة هنا في الملعب الأولمبي بيرادس من خلال ضربة جزاء، والحوار بين أمينو بوبا وطه ياسين الخنيسي وضربة الجزاء والإعادة لنجاح علي معلول في التنفيذ، والرجل اليسرى الاختصاصي الأول قلت في مطلع النقل في تنفيذ ضربة الجزاء من جانب النادي الرياضي الصفاقسي قائد الفريق علي معلول في الدقيقة 35 للشوط الأول. هدف مقابل صفر للنادي الصفاقسي أمام الترجي في الملعب الأولمبي بيرادس. يستأنف اللعب بعد قليل بعد النجاح من جانب علي معلول، يوزع كرة مباشرة لأسامة الدراجي. أسامة الدراجي ثم محمد بن منصور، محمد بن منصور إلى أسامة الدراجي. الدقائق الأخيرة والتقدم دائما للنادي الرياضي الصفاقسي، هدف مقابل صفر اللي يلعب عبر الهجمات المعاكسة. و نشوفوا قداش من لاعب من النادي الرياضي الصفاقسي، فخر الدين بن يوسف والكرة لمحمد علي منصر والهدف الثاني. قلت ثم تفوق عددي على مستوى الهجومات المعاكسة، هدفين مقابل صفر وتقريبا حسم مساحة التأهل إلى المربع الذهبي لمحمد علي منصر والنادي الرياضي الصفاقسي، هدفين مقابل صفر. إذا هدفين مقابل صفر لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. شوفوا الإعادة والكرة الأخيرة وبالطبع الهدف الثاني. إذا هدفين مقابل صفر للنادي الرياضي الصفاقسي، ومن جديد التخريجة الممتازة ومحمد علي منصر الشباك أمامه لتسجيل الهدف الثاني، وفخر الدين بن يوسف صاحب لاسيست الحاسم لمحمد علي منصر اللي خذا مكانه في التشكيلة الأساسية، واقترب النادي الصفاقسي من التأهل إلى المربع الذهبي ونصف نهائي كأس تونس لكرة القدم. قلت حتى في منتصف الشوط أنه النادي الصفاقسي يسعى لاستغلال مثل هذه الوضعيات، تقريبا ثلاثة لاعبين من جانب النادي الصفاقسي مع زوز لاعبين من جانب الترجي، ومحمد علي منصر ينظر بعد التفاعل الأخير من خلال تسجيله للهدف. حمادي الدو باش يقوم بتغيير حاليا في التشكيلة، ورقم 27 حسام الواتي من المنتظر باش ياخذ مكانه علي معلول، ثم المحاولة من خالد غرسلاوي ودريس المحيرسي وأحمد العكايشي، والهدف الأول للترجي الرياضي التونسي، الهدف الأول للترجي وتذليل الفارق في الثواني الأخيرة للوقت البديل. قلت دائما الأهداف موجودة أو ثلاثة أهداف أخرى هنا في الملعب الأولمبي بيرادس في لقاءات الفريقين. إعادة من جديد للهدف المسجل من جانب الترجي وتذليل الفارق بعد توزيع من دريس المحيرسي والكرة اليسارية من أحمد العكايشي، ورغم المحاولة من رامي جريدي هدفين مقابل هدف إلى حد الآن
في هذا الربع النهائي لكأس تونس لكرة القدم.